السلام عليكم، شلونكم وش أخباركم؟ من فترة سمعت قصة تحفيزية وخاطرة أشارككم فيها، اللي هي قصة شركة $100 مليار. في 1962 كان في واحد ينقال له فيل، تخرج من جامعة ستانفورد، ومثل أي شخص عادي التحدي اللي يواجهونه من بعد التخرج هو يا الحصول على وظيفة أو طرح فكرة تجارة مميزة لإنشاء شركة العمر. فيل كان عداء في الجامعة، وفي فترة الدراسة كتب بحث عن الفرق بين الكاميرات الألمانية والكاميرات اليابانية، وكان يفكر هل جودة الأحذية اليابانية الجواتي عسكم الله تقدر تنافس عمالقة الألمان اللي هما أديداس وبوما. لذلك فكر يسافر اليابان كسائح ويجتمع مع شركة الأحذية اليابانية، وقدر يقنعهم أنه هو موزع للأحذية في أمريكا. فيل قدر يوقع اتفاقية استيراد وتوزيع أحذية من اليابان للسوق الأمريكي باسم أونيتسوكا، وكان شريكه مدربه السابق في الجامعة المشهور بيل بومان. بيل درب وايد من الشخصيات الرياضية الأمريكية. في 1964 قدروا يأسسون شركة بلو ريبن للرياضة، وبدأوا يستوردون من اليابان للسوق الأمريكي. مع زيادة الطلب على الأحذية في أمريكا طلبوا من الشركة الأم في اليابان زيادة الإنتاج، لكن بسبب سياسة السوق الياباني ما قدروا يزيدون التصدير للخارج، لأن الأولوية للتوزيع في السوق المحلي الياباني. وبسبب هذه التحدي والخبرة اللي اكتسبوها قرروا يغيرون من استيراد وتوزيع إلى تصنيع الأحذية في أمريكا، وتم إنشاء الشركة المعروفة اليوم باسم نايكي سنة 1977، الشركة ذات $100 مليار. الزبدة أن التحدي والضغط يولد أفكار وابتكار، وبإذن الله الواحد لحد تنجح هذه الأفكار. أتمنى أن قدرت أفيدكم بهذه القصة التحفيزية. نشوفكم على خير إن شاء الله. فأمان الله.